بسم الله وما شاء الله. من أشغال اللجنة الوطنية لمربي الأغنام والماعز أنوك 2024، تحياتي سي إبراهيم بيطي هو الذي سرد لنا التصويرات هذه الإخوان، تحياتي لي من هذا المنبر هذا، تحياتي لجميع التقنيين. هنيئا للكساب عمر أي تميمون لحصوله على 7 فحول من درجات ممتاز عن تجمع جيجو الشرقية، وتحياتي للجميع ونتمنى يعجبكم الفلوق. اللهم يسر. عمر تسمى سبرلين اليوم مالك اليوم.